تحية لكم برنامج الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. واحد مدينة الإسماعيلية الجديدة صناعة الأمل، مدينة رائعة جديدة على الساحل الشرقي لقناة السويس الجديدة، زي ما فيه مدن ساحلية جديدة في مصر، المنصورة الجديدة على البحر المتوسط، رشيد الجديدة، العالمين الجديدة على البحر المتوسط، في كمان على البحر الأحمر، وبالضبط على الساحل الشرقي لقناة السويس الجديدة مدينة الإسماعيلية الجديدة. نتكلم على مستوى عالمي، كل شيء تقريبا موجود في هذه المدينة الرائعة الجديدة، من الطاقة الشمسية إلى الطاقة الكهربائية الطبيعية إلى حاجات كتيرة جدا، إلى النادي الإسماعيلي الجديد على 30 فدان تقريبا. بنتكلم على مساحة كبيرة لهذه المدينة اللي هتستوعب أكتر من ربع مليون نسمة، فبنتكلم على 13,000 فدان. والساحل بتاع المدينة، شاطئ المدينة على البحر الأحمر أو الساحل الشرقي لقناة السويس الجديدة 11 كيلو، فإذا يعني مسافة كبيرة على المية، وكمان المساحة كبيرة جدا. وأحدث النظم طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة أنه أحدث ما يوجد على الإطلاق موجود في مدينة الإسماعيلية الجديدة التي سوف تسع أكثر من ربع مليون نسمة ضمن المدن الجديدة في مصر. الإسماعيلية الجديدة نموذج رائع في صناعة الأمل.